ومن الكويت إلى جنوب شرقي تركيا، لا تزال أيادي الخير الكويتية تمتد إلى الأشقاء النازحين من مدينة حلب السورية، وذلك باختلاف احتياجاتهم الإنسانية والإغاثية. جمعية الهلال الأحمر لم تغفل الجانب الطبي في برنامجه الإغاثي، فبعد تفقده لأحوال المرضى في مركز الأمل الطبي، أجرى رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال السير عملية جراحية لطفل سوري لاجئ في تركيا، وذلك ببلدة الريحانية المتاخمة للحدود السورية. تواصل جمعية الهلال الأحمر الكويتية بتأدية رسالتها السامية في خدمة الإنسانية لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا، وهذه المرة كان العنوان بزيارة مركز الأمل الطبي في بلدة الريحانية، حيث قام رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال السير بجولة على المرضى السوريين واطلع على حالهم واحتياجاتهم. المساعدات لم تكن عينية فقط، بل شمر الدكتور السير عن ساعديه ودخل غرفة العمليات لإجراء جراحة طبية لطفل في العامين من عمره. عمل تطوعي لقي الكثير من الاحتفاء من قبل إدارة المستشفى التي قدرت لدولة الكويت وإنسانها القيم النبيلة في غرس العمل الإنساني والتطوعي بالنفوس. زرنا المستشفى الأمل اللي راح ندعمه إن شاء الله في المستقبل، مستشفى جيد أكثرهم دكاترة سوريين، وحقيقة الحالات اللي شفتها حالات مؤسفة جدا، ودخلت أنا عمليات مع إحدى الجراحين وعملية طفل صغير عنده فتق، وإحنا إن شاء الله في المستقبل راح ندعم هذا المستشفى. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هلأ في مستشفى الأمل على الحدود التركية السورية، طبعا الحدود بتبعد عنا بحدود 7 كيلومتر. اليوم تشرفنا بزيارة الدكتور هلال السائر رئيس الهلال الأحمر الكويتي، كانت زيارة طيبة، شارك فيها في بإحدى العمليات الجراحية التي تقام يوميا للجرحى السوريين. مشكور على الزيارة الطيبة والمشاركة. كما وأجرى وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي جولة على المراكز والجمعيات الإغاثية في مدينة كيلس وفي مقدمتها الهلال الأحمر القطري، كما وزار منظمة الإغاثة الإنسانية إيهاها وتجول في مخازنها ووقع معهم على عدد من الاتفاقيات لدعم العمل التطوعي والإنساني المشترك. احنا اليوم في جم مدينة كيلس عند الهيئة الإغاثة الإنسانية التركية، ومضينا عقود معها 3 عقود. أول عقد سلة أطفال 10,000 كمية 10,000، والثانية سلة نظافة أيضا 10,000 سلة، وأيضا مضينا عقد مصاريف تأسيس مصنع للشاش، تأسيس وتشغيل مصنع للشاش. هاي 3 مشاريع احنا الآن مضيناها مع هذه الهيئة. اليوم احنا وقعنا مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي 3 عقود. العقد الأول بخص سلة الأطفال لنظافة الأطفال، والعقد الثاني لسلة النظافة العائلية، كل واحد منهم 10,000 سلة، والعقد الثالث هو عبارة عن تأسيس وتشغيل مصنع للشاش الطبي لمدة 6 شهور. هذه المشاريع كلها في داخل سوريا وللمهجرين من حلب في الفترة الأخيرة، والمشروع الأخير طبعا راح يخدم كل الناس في الشمال السوري اللاجئين. يسطر التاريخ لدولة وقائد الإنسانية في العالم ومنظماتها الإغاثية أنهم أهل للأمانة ومحتمل لها، ليبقوا شجرة باسقة بالخير يستظل تحتها ويقطف من جناها كل محتاج في العالم. إيمان دبرهان لتلفزيون دولة الكويت من مدينة كيلس على الحدود التركية السورية.